عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم محبي قناة أم بلال بورسعيدية. دلع كرشك، دلعي نفسك. صباح سعيد، يوم جديد على عيوني وعلى عيونكم. النهاردة هنعمل بسكوت اليانسون بطريقة سهلة، بطريقة جميلة، بطريقة أم بلال بس. أم بلال وبس. أرجو لو عجبتكم الوصفة نعمل إعجاب للقناة ونشارك فيها ونفعل الجرس وتابعوني على الانستا. نخش بقى على المقادير. هي المقادير بتاعتنا سهله جدا. المقادير بتاعتنا عباره عن 3 كوبايات دقيق، ونفس المعيار اللي انا اعاير بيه الدقيق هو نفس المعيار اللي اعاير بيه بقيه الكميات. 3 كوبايات دقيق. السكر حط كوبايه سكر، بس انا يعني ما بحبوش مسكر، بحط 3 ارباع الكوبايه، يعني ما بملاش قوي زي ما انت شايفه. كوبايه زيت، واهم حاجه الزيت بتاعك يكون زيت نظيف زي ما احنا متفقين قبل كده. طبعا مش هنحتاج فيها الا 4 بيضات. الاربع بيضات تكوني مطلعاهم، لو انت بتعيني البيض في الثلاجه تطلعيها من الثلاجه، عايزاها تاخد درجه الحراره بتاعت المطبخ وانت شغاله. هحط معلقه كبيره بيكنج باودر وعليها ذره ملح صغيره، يعني ربع طرطوفه المعلقه الصغيره كده ملح. البيكنج باودر انا بحطه عشان يخلي لي البسكوت بتاعي هايش كده من جوه، يدي قرمشه كويسه. عايزه تحط فانيليا سايله مفيش مشكله، عايزه تحط فانيليا ورق تجيبي ورقتين، دي بقى اختياري. عايزه تحطي معلقه صغيره خل مفيش مشكله، مش عايزه براحتك. بالنسبه بقى للناس اللي قالوا لي على اليانسون، قالوا لي ده يعني الوصفه دي تحط فيها ربع كيلو يانسون، هو انا عشان بقول بسكوت باليانسون يبقى لازم احط يانسون كتير؟ ده هم معلقتين يانسون. طبعا لازم نبقى منظفينه ومظبطينه عشان ما يبقاش، لان اكيد طبعا ممكن يبقى فيه اي رملايه عفرايه، فتبقى مظبطه. اول حاجه هبتدي اعملها واللي كتير خالص ما بيعملهاش، اليانسون هحمصه. في حاجه تانية بردك عايزه اقول لكم عليها، انا هنا قلت استخدمت في الطريقه كوبايه زيت. انا بحب لما اجي اشتغل في الحاجه ممكن اعمل يعني مثلا انا عايزه هنا كوبايه زيت، انا هخليها 3 ارباع كوبايه زيت وهزود على الوصفه بتاعتي ربع الكوبايه سمنه. الوصفه بتاعتي دي ما تنفعش الا بالزيت بس، يا اما سمنه مع زيت يا زبده مع زيت. اما سمنه لوحدها ما تنفعش، زبده لوحدها ما تنفعش، زيت لوحده ينفع. انا حبيت ان انا اعمل ميكس ما بين الزيت والسمنه، اخلي 3 ارباع الزيت وربع السمنه. هتجربوا هتلاقوا في طعم مختلف. السمنه مع اليانسون بتدي ريحه حلوه، بتدي طعم جميل. تمام، ابتدي بقى اروح احمص اليانسون بتاعي. هو تحميص اليانسون تركه سهله، بس في ناس يعني بتفوتها التركه ده، هي مش عارفه ان اليانسون بيطلع الزيوت بتاعته فبيدي ريحه كده، وبعدين لما بتحطيه في البسكوته بيبقى حامص. فوالله التركه دي تركه ممتازه جدا. انا هبتدي احمص اليانسون واحطه مع الحاجه. حمصت اليانسون، طبعا عامل ريحه جميله، لما تحمصيها يختلف معاكي. هبتدي الطريقه بتاعتي دهيت. عندك مضرب كهرباء مفيش مشكله، عندك خلاط تضربي في الخلاط، يعني مش هنتعصر في الحته دهيت. طبعا انا بشكر اللي جابوا لي مضرب الكهرباء عشان اشتغل الوصفه بتاعت النهارده، انا بشكركم جدا اهو على القناه. هجيب الاربع بيضات، واول ما اقول البيض طبعا اهم حاجه البيض يبقى الفانيليا، لازم لما اتكلم على البيض يبقى اوله فانيليا، الاثنين يتضربوا مع بعض. لو عندك خلاط كهربا مفيش مشكله بردك، هتشتغلي بنفس الطريقه بتاعتي دي. عندك عجان بردك مفيش مشكله، استخدمي اي طريقه. هبتدي انزل بالسكر، خلاص ضربتهم، هبتدي انزل بالسمنه بتاعتي. مش عارفه افرجها عشان انا شغاله بايد واحده اهو، فضيتها خلاص. وهنزل بثلاث ارباع كوبايه الزيت، طبعا مش هحط الكوبايه لان انا حطيت ربع سمنه، بس هنزل بيه تقطير، يعني مش مره واحده، شايفه؟ لحد ما اخلي ايه الخليط كده متجانس مع بعضه. تقطير يا جماعه، تقطير اهو، شايفه؟ اهو اهو انا معاك اهو، شايفين؟ تقطير اهو، لحد ما اخلص الثلاث ارباع، لان طبعا انا كنت حاطه على المقدار على كوبايه كده. خلاص كده بقى انا اتاكدت ان الخليط بتاعي خلص، خلاص السكر داب. ابتدي انزل بالدقيق بتاعي واحده واحده، ما بنزلش بيه مره واحده يا جماعه،
بنزل بالدقيق بتاعي حبه حبه، وانا بحط الدقيق كده اهو، هبتدي انزل بال البيكنج باودر وذره الملح، هنزل ببقيه مقدار الدقيق زي ما انا شغاله كده. الدقيق بنزل بيه واحده واحده، ما بحاولش ان انا انزل بيه مره واحده، هنزل بمعلقه الخل بقيه الدقيق برضك هكمل النزول بيه. العجينه بتاعتي ده هي لما هتتعمل هتبقى زي عجينه الكيكه يابسه كده، ما هيش عجينه اللي انت تفرديها وتعجنيها، لا هي بتبقى عجينه خفيفه. بفضل انزل بالدقيق بتاعي حبه حبه، وفي وسط المرحله ده هي اليانسون الحامص بتاعي انزله فيه. بكده انا نزلت الثلاث كوبايات دقيق، خلاص كده خلصت العجن بتاعه. شايفه العجينه بتاعتي عامله ازاي؟ شايفه اللي هي ما بتبقاش عجينه اللي هي نقرص بيها والحاجات دي، لا بتشوفي بتبقى يابسه اتقل من الكيكه حاجه بسيطه. خلاص هبتدي اجيب صينيه هدهنها زيت، هبتدي ادهن الصينيه زيت، انزل زيت كده بسيط وادهن الصينية. طبعا واحنا بندهن ما ننساش ندهن بردك الجوانب، لان العجينة بتاعتنا ديت بتلزق، فعشان العجينة بتاعتنا ديت بتلزق لازم اللي انا ابقى مشبعة الصينية. طبعا في الوقت دوت هكون مشغلة الفرن بتاعي على 180، هبتدي انزل بالعجينة بتاعتي. هبتدي بقى، هي العجينة دي وحشتها اللي هي ايه بتلزق وانت لازم تسويها، فانا بقى هعمل ايه اللي لازم بقى تعمليه. اشيل بس ده كده، معلش كنت بنضف المعلقة. ابتدي انزل بزيت على ايديا كده اهو، معاك كده يا زيت، لان العجينة دي بتلزق لو انا ما استخدمتش الزيت مش هعرف. او زيت تاني، لحد ما اسويها كلها. هي طبعا بتقعد تلزق في ايدك، شوفي انا بقى لما سويتها كلها بالزيت، شايفة؟ عشان كده بقول لك حتى الجناب بتاعه الصينيه تحط لها زيت، لان العجينه دي وحشتها بس اللي هي بتلزق كلها. هي بقت مليانه زيت، شايفه سويتها ازاي كلها، حتى ايديا هي نظيفه ما عادش فيه تلزيق ولا اي حاجه، وحتى العجينه بقت قدامك شوفي متساويه ازاي. هكده ادخلها الفرن على درجه حراره 180، هتتعامل معامله الكيكه من نص ساعه ل 35 دقيقه، وهتابعها وهوريك هعمل ايه. اهو فتحت الفرن مظبطاه على 180، دخلتها في الفرن الوسطاني زي ما انت شايفه. هبتدي اصبر التايمر على 35 او 30 درجه، 30 دقيقه، وبعد كده هرجع لكم اقول لكم ايه اللي حصل، تابعوني. انا هفتح عليها الفرن اهو، شايفينها اهو، تقريبا دلوقتي عدى نص ساعه، هسيبها 5 دقائق كمان بس عشان تتحمر كده من الوش، تبقى حلوه. شايفين عامله ازاي اهي؟ بعد ما طلعت من الفرن هي طبعا لسه سخنه، هبتدي اقلبها في حاجه عشان انا مش عايزاها تتعرق والبخار اللي طالع منها يعرقها. هبتدي اقلبها، هبتدي بقى اي شبكه عندك اي حاجه، انا بس عايزه اوريكي شايفه هي بتلق ازاي في الصاج من تحت في الصينيه، عشان احنا حاطين الزيت. بسم الله، انا بس عايزه اقلبها قدامك عشان اوريكي، اصل هي سخنة اهي ما شاء الله. ارفع الكاميرا بس عشان اوريك المنظر اهي، شايفة اهي اهي. اسيبها بس يعني 10 دقايق بس، اسيبها كده هو تبرد، وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه، تابعوني. معلش انا عشان مستعجلة فاتكسرت مني
هجيبها طبعا بعد ما تبرد، انا مستنيش بصراحة لما هي تبرد. هجيب سكينة حامية قطعيها بقى، هي تبقى يعني ايه سفنجية معاكي. ببتدي بقى اقطعها كده اهو، اهم حاجة بس السكينة بتاعتي تبقى حامية. عايزة تخليها تخينة ماشي، عايزة تخليها رفيعة ماشي، ممكن كنا نحط فيها زيت زعفران لو عايزينها تدي لون زي الفاشي اللي كنا عملناه قبل كده، انا عملتها بالطريقة دهيت. هبتدي اقطعه كله، بتقطعيه بالطريقة اللي انت عايزاه، شوفي انت الاحب ليكي ايه. طبعا ريحتها وهي طرية اصلا كمان حكاية. هنقطعه كله بالطريقة دهيت وارجع لكم. اهي بعد ما قطعتها فردتها في صاج كبير اهو، هبتدي ادخلها الفرن واحمرها زي ما حمرنا قبل كده الفايش. عايزه تدخلها الفرن ليه يتقرص عليها في الفرن مفيش مشكله، عايزه تولعها عليها الشوايه بردك مفيش مشكله، هدخلها الفرن وارجع لك. مش هتقعد في الفرن ربع ساعه. كده الوصفه بتاعتي خلصت زي ما انتم شايفين. بعد ما خلصت البسكوت طلعته من الفرن، ده تفطري بيه تقدميه مع شاي، انا بحب افطر بيه طبعا مع الشاي واللبن زي ما انتم شايفين كده. اتمنى اللي اكون قدمت لكم وصفة صحية متكاملة مفيدة غذائية موفرة في قناتي، وانا سعيدة والله، ببقى سعيدة لما بعمل اي وصفة وبنزلها لكم والاقي الناس في التعليقات يكتبوا لي هم مبسوطين. ان شاء الله الفيديو الجاي هنعمل السمنية البورسعيدية، والكل ينتظرني ان شاء الله يومين ثلاثة بالكتير وهكون معاكم في السمنية البورسعيدية. ارجو لو عجبتكم الوصفه نعمل اعجاب للقناه ونشارك فيها ونفعل الجرس، وتابعوني على الانستا في قناتي وقناتكم وقناتنا كلنا ام بلال البورسعيدية. دلع كرشك دلعي نفسك.